بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أبنائي وبناتي طلبة السداسي الثالث في مادة قانون الأسرة، حيث سنواصل إن شاء الله ما تبقى من محاضرات في إطار سلسلة من المحاضرات التي تعقب هذه المحاضرة. تكلمنا في المحور الأول على إنشاء عقد الزواج الذي يبتدئ بالخطبة، ورأينا المراحل المرتبطة بتكوين عقد الزواج انطلاقا من الأركان والشروط التي تطلبها القانون وغيرها من الأمور التي استعرضناها في إطار إنشاء العلاقة الزوجية. هذه الحصة سوف نتحدث فيها عن انحلال الزواج، وانحلال الزواج لذلك يجب أن ندقق في المصطلحات، لأنه إذا قلنا الطلاق فالطلاق ما هي إلا صور من صور انحلال الرابطة الزوجية، ولذلك انحلال الرابطة الزوجية تنتهي بعدة صور. فعندما يتوفى أحد الزوجين انتهت الرابطة الزوجية بحكم من الله سبحانه وتعالى، يتوفى الزوج أو تتوفى الزوجة فالعلاقة الزوجية قد انتهت بطبيعة الحال بعد انتهاء فترة العدة التي هي 14 و10 أيام بالنسبة للمرأة التي تعتد من وفاة زوجها. أيضا قد تنتهي الرابطة الزوجية بالفقد، وعندما طبعا المفقود فقد يأخذ حكم الوفاة طبقا للمواد 74 و75 و76 من مدونة الحقوق العينية، كذلك بفسخ العلاقة، وكذلك بالبطلان، وكذلك بالطلاق أو بالتطليق أو بالتمليك أو بالاتفاق أو بالخلع. إذن كل هذه الصور تنتهي بها الرابطة الزوجية. إذن سوف نحاول أن نتحدث عن انتهاء الرابطة الزوجية من خلال مجموعة من العناصر، حيث نبدأ بالطلاق، وكما هو وارد في مدونة الأسرة، وأن الطلاق يجد أساسه الشرعي في كتاب الله سبحانه وتعالى، في قوله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إنه كان عليما خبيرا. كذلك نجد في سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكذلك في سورة الطلاق هناك سورة خاصة بالطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. وكذلك ما ورد في سورة البقرة الآية 234: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذن كل هذه أدلة على جواز إنهاء الرابطة الزوجية بين المرأة والرجل. وكذلك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب ثم راجعها، طلق العالية بنت ظبيان وتدعى أم المساكين. إذن فالطلاق ثابت بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك بإجماع الفقهاء وجميع المذاهب الإسلامية متفقة على أن الطلاق جائز وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ونحن نعلم بأن مدونة الأسرة استقت مصدرها من أحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك نجد بأن المدونة في المادة 78 تعرف الطلاق بأنه حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة. إذن الطلاق هو حل ميثاق الزوجية، به تنحل الرابطة الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة في إطار توجه ديال الفلسفة ديال مدونة الأسرة في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة، أنه يمكن الطلاق أن يمارسه الزوج كما يمكن الزوجة أن تنهي الرابطة الزوجية كما سوف نرى بالتفصيل.
وذلك كل بحسب شروطه وتحت مراقبة القضاء. أصبح الطلاق في المغرب طلاقا قضائيا، لم يعد الطلاق كما كان في مدونة الأحوال الشخصية لسنة 57-58، أن الرجل يطلق زوجته أمام الشاهدين العدلين، يطلقها في السوق وهي قد لا تعلم بهذا الطلاق، ربما يكون آخر من يعلم بهذا الطلاق، ربما الزوج يتوفى ولم يصرح لزوجته بأنه قد طلقها. ولذلك وقعت الكثير من المآسي منذ صدور مدونة 57-58 إلى غاية 1993 التعديلات الجزئية، ثم بعد ذلك 2004 عندما صدرت مدونة الأسرة، صدرت 2004 مدونة الأسرة. مدونة الحقوق العينية هي التي صدرت سنة 2011، أما مدونة الأسرة فصدرت 2004. إذن أعيد، منذ 2004 جميع صور إنهاء الرابطة الزوجية تتم بشكل قضائي، بمعنى أي شخص يريد أن ينهي الرابطة الزوجية، رجل كان أو امرأة، عليه أن يتقدم إلى المحكمة لكي يطلب إنهاء الرابطة الزوجية. الطلاق ظاهرة في المغرب، وفي الحقيقة الطلاق نسب الطلاق كانت جد مرتفعة، ولا زال الطلاق مرتفع في المغرب حسب الإحصائيات التي ترد من قبل وزارة العدل. وهذا يرجع إلى عدة أسباب، خاصة في السنوات الأولى من الزواج، حتى في الوسط العمر من الزواج، أو حتى في خريف الزواج تبقى بنادم عنده 60 عام ويقبل على الطلاق. فهناك حالات، وهذا يعتبر انهيار للقيم الأخلاقية وتقلص لوسائل الضبط الاجتماعي، وراجع أيضا إلى ضعف الوازع الديني، وأحيانا إلى الطيش والتهور وعدم إحكام العقل. مجرد منازعة بسيطة ومناقشة بسيطة بين الزوج وزوجته قد يؤدي إلى الطلاق، وكذلك يعني يؤدي إلى سرعة في اتخاذ قرار انفصال دون التفكير في العواقب، خاصة إذا كان هناك أطفال، لأن الذي يتجرع مرارة إنهاء الرابطة الزوجية ليس الزوج والزوجة، ولكن أيضا ثمرة هذا الزواج وهم الأطفال. وأطفال الطلاق بطبيعة الحال ظاهرة اجتماعية تطرق لها الكثير من علماء الاجتماع وعلماء النفس والسوسيولوجيين وأساتذة القانون والمهتمين بقضايا الأسرة بصفة عامة، حيث أن أطفال الطلاق هم عادة ما يكونون أطفال الشوارع، عادة ما أن الكثير من الظواهر السلبية التي نلاحظها في مجتمعنا هي نتيجة أطفال الطلاق. ولذلك فالطلاق يهتز له عرش الرحمن، ويجب أن لا يتم اللجوء إلى الطلاق إلا للضرورة. ومن هنا نجد بأن حتى مدونة الأسرة تشير إلى ذلك. أشير أيضا بأن ما هي المسطرة المتبعة لإنهاء الرابطة الزوجية. في هذه المحاضرة أشير إلى أن هناك مسطرة متبعة، من أراد أن ينهي العلاقة الزوجية فعليه أن يتبع مجموعة من الإجراءات. ولأن في مدونة الأسرة هناك عدة تعديلات جوهرية أساسية نصت إنهاء الرابطة الزوجية في مدونة الأسرة لسنة 2004، وكما قلنا جميع الصور ديال إنهاء الرابطة الزوجية تتم عن طريق مراقبة القضاء. والهدف من إرجاع جميع صور إنهاء الرابطة الزوجية أمام مراقبة القضاء هو ضمان حقوق الأسرة، وبصفة خاصة ضمان حقوق الزوجة، ضمان حقوق الأطفال، وأيضا محاولة التقليص من حالات إنهاء الرابطة الزوجية من خلال الصلح، الذي هو مسطرة أساسية وضرورية في الإنهاء، يعني لا يتم إنهاء الرابطة الزوجية إلا بعد إجراء الصلح. إذن ما هي المسطرة المتبعة في ظل مدونة الأسرة؟ أولا، من يريد أن ينهي الرابطة الزوجية عليه أن يقدم طلب الإشهاد على الطلاق، وطبقا للمادة 79 يجب على من يريد الطلاق
مادة 39، يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين. إذا لا بد وأن تصدر المحكمة حكما بإنهاء الرابطة الزوجية، وأن هذا الحكم هو الذي يتم الإشهاد به أمام الشاهدين العدلين المنتصبين لذلك بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب. طبعا إذا كل شخص يريد أن ينهي الرابطة الزوجية عليه أن يقدم طلب إلى المحكمة يطلب فيها إنهاء الرابطة الزوجية، رجل أو امرأة كما سوف نرى بعد قليل. ثانيا يتعين بيان هوية الزوجين، المهنة، العنوان، عدد الأطفال، الوضع الصحي للأطفال، الوضع الدراسي إلى غير ذلك، لأن المادة 80 من وطنية الأسرة تشترط بأن تقول بأنه يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما وعدد الأطفال إن وجدوا وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي، ويرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية. إذن الشخص الذي يريد أن ينهي الرابطة الزوجية عليه أن يدلي بهذه البيانات، كما يتعين عليه أن يبين وضعيته المالية. ووضعية المالية مهمة جدا، لأن القاضي عندما تفشل محاولة الصلح يحدد للزوجة مستحقاتها، وهذه المستحقات لا يتأتى للقاضي تقديرها بشكل جيد إلا من خلال الإدلاء بما يثبت أجر الزوج. النقطة الثانية متعلقة بمسطرة الطلاق في ظل مضوضة الأسرة، إجراء الصلح بين الزوجين. طبقا للمادة 81 لا بد من إجراء الصلح بين الزوجين، تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما. إذن الصلح مسألة أساسية، وإذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه، بمعنى أن المحكمة كتستدعي الرجل الذي طلب إنهاء الرابطة الزوجية للطلاق، كتقول له أجي نهار فلاني باش ندير لكم محاورة الصلح. إذا لم يحضر في التاريخ المحدد يعتبر بأنه تراجع عن إنهاء الرابطة الزوجية. أيضا بالنسبة للزوجة، إذا توصلت الزوجة بالاستدعاء ولم تحضر ولم تقدم أي أسباب جعلتها لم تحضر ومكتوبة، فالمحكمة تخطرها عن طريق النيابة العامة، تخطرها بأنها إذا لم تحضر في الجلسة الصلحية فإن القاضي سوف يستمر في إجراءات إنهاء الرابطة الزوجية. وإذا تبين بأن عنوان الزوجة مجهول، المحكمة تستعين بالنيابة العامة من أجل الوصول إلى أين تسكن هذه الزوجة. ولكن إذا ثبت لدى المحكمة بأن الزوج أقدم على تضليل المحكمة وأعطى له مثلا عنوان غير العنوان الذي تسكن فيه الزوجة، فإنه تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة. إذن فهذا الزوج متحايل، لم يريد أن تحضر الزوجة مجلس الصلح، ولذلك ظلل العدالة بعنوان غير صحيح. فهنا إذا ثبت ذلك فإن المحكمة يمكن لها أن تتابع هذا الزوج المضلل للعدالة من أجل عدم حضور زوجته جلسة الصلح هذه. أيضا فيما يتعلق بمسطرة الصلح، مسطرة الصلح نجد بأن الصلح يكتسي أهمية كبيرة في القضايا الأسرية، ونجد الصلح مذكور في القرآن الكريم، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو عرضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير، والصلح خير. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يشير إلى الصلح، والصلح في قضايا الأحوال الشخصية وفي قضايا العلاقات الأسرية مسألة أساسية، لا بد من إجراء الصلح في جميع حالات الإنهاء إلا
التطليق للغيبة حيث يكون الزوج غائبا، فهنا لا محل لوجود الصلح بينهما. أما ما عدا ذلك فجميع حالات إنهاء الرابطة الزوجية تتم عن طريق الصلح، يعني قبل إنهاء العلاقة لا بد من إيه؟ من محاولة القاضي إرجاع المياه إلى مجاريها، من أن يقنع الأطراف بالرجوع عن هذا الطلب، أن يقنع الزوج وأن يقنع الزوجة بالاستمرار في المعاشرة الزوجية، خاصة إذا كان هناك أطفال. ووجود الأطفال لا بد من إجراء محاولة للصلح، والمدة التي تفصل بينهما يجب أن لا تقل عن 30 يوما، وهذا أيضا ما تم التنصيص عليه في مدونة الأسرة. وطبعا القاضي يقوم بالصلح من تلقاء نفسه، كما يمكن للقاضي انتداب يعني من يراه صالحا لكي يساعده في عملية الصلح، كما هو الشأن بالنسبة لانتداب الحكمين. وكذلك أن يمكن له أن يستعين بمجلس العائلة، وإن كان هذا المجلس لم يفعل، للتحكيم بين الطرفين المتنازعين. يعني أن القاضي يمكنه أن يستعين بكل من يراه مؤثر لإرجاع العلاقة بين الزوج والزوجة إلى عهدها، وإلى إرجاع المياه إلى مجاريها، وأن هذا الشخص يستطيع أن يؤثر في أحدهما أو فيهما معا. فالمحكمة يمكن له أن تستعين بهذا الشخص لكي يعينها في هذه المهمة الشاقة. ولذلك المادة 82 أشارت إلى هذا الصلح، حضور الطرفين جل المناقشة بغرفة المشورة بما في ذلك الاستماع إلى الشهود، والمطالب المحكمة للمحكمة أن تقوم بكل إجراءات بما في ذلك انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا للإصلاح، إلى غير ذلك مما تمت الإشارة إليه. إذا تعذر الإصلاح لم يفلح القاضي ولا كل من استعان به من حكمين أو مجلس العائلة أو أي شخص رآه القاضي بأنه صالح لكي يساعده في عملية الصلح. إذا تعذر وفشل في مهمته، تحدد المحكمة مبلغا من المال يتعين على الزوج أن يقوم بإيداعه بكتابة ضبط للمحكمة داخل أجل أقصاه 30 يوما، أي شهر. فملي كتفشل محاولة الصلح، القاضي كيحدد المستحقات ديال الزوجة. شنو هي هذه المستحقات؟ هي إذا كان هناك مؤخر صداق، يعني كنعطيها مليون وباقي كتسلو مليون، إذا كيحدد 10,000 درهم ديال الصداق، أيضا النفقة خلال فترة العدة، وكذلك المتعة التي يراعي في تقديرها مجموعة من المسائل، مدة المعاشرة الزوجية، دخل الزوج، من المتسبب في إنهاء الرابطة الزوجية، ومبلغ مالي يحدده القاضي، ثم نفقة الأولاد، أجرة كراء المسكن، أو أن الزوجة تبقى في المسكن الزوجية خلال فترة العدة، وخاصة إذا كان هناك أولاد قد تستمر في هذا المسكن، إلى غير ذلك. كل هذه الأمور يحددها القاضي، وهو ما يسمى بمستحقات الزوجية عند انتهاء الرابطة الزوجية. فقد يحدد القاضي مثلا 50,000 درهم أو 60,000 درهم، 5 مليون أو 6 مليون، فيتعين على الشخص الراغب في إنهاء الرابطة الزوجية أن يدع هذه المبالغ المالية في صندوق المحكمة، والمشرع أعطى له أجل شهر 30 يوما من أجل إيداع هذه المبالغ. إذا لم يودع هذه المبالغ يعتبر متراجعا عن طلبه في إنهاء الرابطة الزوجية. طبعا المادة 84 كتكلم على المستحقات، تشمل مستحقات الزوجة، الصداق مؤخر الوجود، نفقة العدة، المتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج، وضعية المالية للزوج، أسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيع الطلاق. تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة. وأيضا تحدد مستحقات الأطفال ملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق. والمادة 86 إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك. إذا ولكن بمجرد إيداع هذه المبالغ، بمجرد إيداع الزوج
المبالغ المالية تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى الشاهدين العدلين داخل نفوذ نفس المحكمة، حيث يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق. وبعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا يتضمن هذا القرار أسماء الزوجين وتاريخ ومكان الولادة ولادتهما وزواجهما وموطنهما، مرخص ادعاء الطرفين وطلباتهما إلى آخره، تاريخ الإشهاد بالطلاق، ما إذا كانت الزوجة حامل أم لا، أسماء الأطفال وسنهم، وأيضا الحضانة من تكفل بها، وتنظيم حق الزيارة، وأخيرا تحديد المستحقات المنصوص عليها في المال. كل هذا يتضمنه قرار المحكمة بإنهاء الرابطة الزوجية. إذن هذه هي المسطرة المتبعة لإنهاء الرابطة الزوجية بالنسبة للطلاق. وأشير إلى ملاحظة أساسية. الملاحظة الأولى تتعلق بغالب الأحيان فشل محاولة الصلح بين الزوجين أمام كثرة القضايا المعروضة على المحاكم بالنسبة لأقسام قضاء الأسرة وتعسف في بعض الأزواج، فإن أغلب الحالات حالات الصلح تنتهي بالفشل، ونادر ما ينجح القاضي في مهمته بالصلح بين الزوجين. وأيضا فيما يتعلق بالمؤسسات التي أشار إليها المشرع، مؤسسة الحكمان ومجلس العائلة دورها، مجلس العائلة لا وجود له، ومؤسسة الحكمان أيضا دورها دور قليل جدا. ولذلك هناك من ينادي بضرورة الاستعانة بمؤسسات أخرى كالوساطة الأسرية والجمعيات والمهتمين وأطباء علم النفس والاجتماع من أجل مساعدة القاضي فيما يتعلق بمهمة الصلح. وطبعا تم إنشاء خلية داخل أقسام قضاء الأسرة لمحاولة طبعا إيجاد حلول للمشاكل الزوجية، ولكن حتى هذه عقيمة وليست لها أهمية تذكر. إذن هذا ما تعلق بمسطرة الطلاق في مدونة الأسرة، كما أشارت إلى ذلك مدونة الأسرة نفسها والإجراءات المتبعة لإنهاء الرابطة الزوجية.